سيداتي نساتي سادتي اهلا ومرحبا بكم اينما كنتم. هذه اجواء كرة قدم حقيقية، هنا اجواء نعشقها في ملاعب كرة القدم. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. لقاء اليوم ياتي ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من دوري ابطال اوروبا فريق لايبزيغ في مواجهة باريس سان جيرمان. الجولة الأولى في دور المجموعات دائما تكون مهمة لأنها تعطيك وتمهد الطريق وتكون ضربة البداية لمشوار دوري الأبطال الطويل أيضا، واللي يبحث بالتأكيد في كل فريق على أن يسير حتى النهاية. اليوم يبدأ المشوار. واضح من الرسم التكتيكي، شوف الطريقة اللي يلعب فيها الفريق 5-3-2 التقليدية. الآن تغير الوضع في باريس سان جيرمان مع قدوم الملاك القطريين للنادي، وضخ استثمارات كبيرة جعلت النادي يرتفع ليكون واحد من أندية النخبة في أوروبا. كيلور نافاس لحراسة المرمى، ماركينيوس يلعب إلى جانب تياغو سيلفا في خط الدفاع، ماركو فيراتي سيبدأ مع إدريسا جاي في قلب الوسط، ويتواجد في الأمام مهاجمين من أجل تشكيل خطورة أكبر على المرمى. إذا ضربة البداية وشوط المباراة الأول. مارسيل، باتريك تشيك يعدي بالكرة بيروح فيها، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة مستحيلة في المرمى. دقائق أولى، شباك تتحرك، إثارة كبرى، مباراة تعد بالكثير. الله على السيناريو. تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. ضاعت الكرة عند نيمار. داخل المنطقة، ركلية بتروح مباشرة لأول لاعب من الفريق الخصم. هوبا ميكانو، تابيتزار، الله على التدخل المثالي، شوف كيف خلص الكرة. ماركو فيراتي، توماس مونيه، أنخيل دي ماريا، تلعب العرضية من إيكاردي. وحرفية خطيرة، لا توجد متابعة في الأخطاء. باتريك تشيك، باتريك تشيك، لايبزيغ يلعب على الأطراف بشكل ممتاز.
ادريس اجويه. يتقدم الى الامام كيليان مبابي. امكانيات الكره العرضيه، يقابل الكره وبيخلصها من منطقته، يظهر قوته في الاحتفاظ بالكره. اصرار كبير من المدافع، شوف يجبر اللاعب على الخروج بالكره. اوبا ميكانو، مارسيل، الكل كان في انتظار عودة الشامبيونز ليج، الآن عدنا في بداية موسم جديد ودوري مجموعات، نتمنى حقيقة بأن نشاهد مباريات كبيرة وإثارة وندية بين كل الفرق المتواجدة في هذا الدور. كيليان مبابي، خوان بيرنات، نيمار، كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية. ماركو فيراتي، بيرنات، باتريك تشيك، تيمو فيرنر، تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. الحارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر. مارسيل، خوان بيرنات، ماركينيوس، كيليان مبابي، ماركو فيراتي، ادريس اجويه. شوف العودة الى الخلف، يحاول الحصول على الكرة. ماركو في تمريرة ممتازة من فيراتي. شوف انطلاقة اللاعب ولتجاوز المدافعين، كان تسلل صحيح. توماس مونيه، ادريس اجويه، تياغو سيلفا، نيمار، تمريرة نيمار لا تصل. كما نشاهد دانتيك لم يستحوذ على الكرة كثيرا اليوم، يعتمد الفريق على اسلوب اخر في هذا اللقاء، وحتى الان ناجح جدا في التقدم في النتيجة. المهم في كرة القدم تحقيق الانتصار بالطريقة اللي في الملعب تعود للمدرب. يا رب، الله عليك، الله عليك يا مجنون، يا ممتع يا فنان، شوف اللعبة، شوف الكورة. في تسلل احتسبها الحكم وبالتالي هدف غير سليم في اللقطة الماضية. كريستوفر انكونكو عنده فرصة التمرير، كرة في مكان خطير، كرة بينية خلف المدافعين. تياغو سيلفا يبعد الكرة العرضية. أمامنا ثلاث دقائق كوقت إضافي. توماس مونيه، أنخيل دي ماريا، مورو إيكاردي، توماس مونيه. الشوط الأول ينتهي 1-0. نعود الآن من غرفة الملابس إلى أرضية الملعب في شوط المباراة الثاني لدور المجموعات في هذه الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا. أمامنا 45 دقيقة حتى نشاهد من ينجح في تحقيق بداية إيجابية في هذه المسابقة. تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل.
نيمار بمبدأ الأمان خلص المدافع. خوان بيرنات ترسل ناحية إيكاردي. مدرب الفريق المستضيف يبحث عن حلول جديدة من دكة البدلاء. توماس مونيه، أنخيل دي ماريا، ماركو فيراتي، الكرة مع مبابي، ماوري كاردي، والكرة في المرمى. هدف التعادل الآن للفريق الباريسي. بدون تفكير استقبل التمريرة في المنطقة من اللمسة الأولى، والكرة في المرمى. هدف رائع. نظرة أخرى نشاهد من خلالها كرة الهدف. تغيير الآن من قبل البي اس جي. يخرج إخوان بيرنات من الملعب الآن. هدف التعادل إذن. النتيجة الآن 1-1. Substitution for Paris Saint-Germain. Coming off the pitch. Number 14, Bernat. باتجاه المنتصف. هذه لا تغير من وضع المباراة. موقف صعب مع هذه الضغوطات. نيمار، كيليان مبابي. يا سلام على التمريرات. مهارة في التمرير غير عادية، ويظهر ذلك أيضا في مباراة اليوم. بدون تسرع، الحفاظ على الكرة، الفرصة للتقدم في المباراة. بعد تحرك جيد من اللاعب. فقدوا الكرة. ممتاز في قراءة اللاعب. فرصة لكرة مرتدة. بادريك تشيك. تيمو فيرنر. بادريك تشيك. تصدي سهل من كايرو نافاس. اوبا ميكانو. مارسيل. كونراد دايمر. تيمو فيرنر. كيف راح يتصرف فيها؟ ماركو فيراتي. كرة بتروح للمنافس. حلوة فكرة الكرة البينية، لكن شوف الدفاع كان صاحب في اللقطة. ماورو إيكاردي. مارسيل. عند الكرة في مكان خطير. الآن تصل المساندة بالنسبة له. البحث عن هجمة مرتدة. كيليان مبابي. من الصعب القيام بالفرصة المرتدة الآن. يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. تقدم يأتي في هذه اللحظات. سيناريو سيتغير بالنسبة لكل فريق بعد هذه النتيجة. نتيجة تعطي الأفضلية للفريق اللي تقدم. ضغوطات تتحول على الطرف الآخر. ثقة ومعنويات الهدف الأول جابت الثاني. البي اس جي يتقدم في النتيجة. سان جيرمان جول نمبر 18 مارو إيكاردي. كلوسترمان. اوبا ميكانو. الفريق الباريسي جاهز لاجراء تبديل مع اول توقف الكرة. سبستيتيوشن فور باريس سان جيرمان. كومينغ أوف ذا بيتش
Number 18, Mario Icardi. Coming onto the pitch. Angel Di Maria. Edison Cavani. 9 دقائق تفصل عن نهاية المباراة. كافاني. نيمار. إدريس أغوية. ماركو فيراتي. مقطوعة تمريرة فيراتي. مجهود كبير وحافز يقدم الجمهور في الملعب لفريقه لتحقيق التعادل وهم على بعد دقائق من النهاية. العرضية في وسط المنطقة. الباص يتصدى لكن ما زالت خطيرة. مباراة من الصعب أيضا التوقع في اللحظات الأخيرة لأن الفريقين متكافئين في أرضية الملعب. 3 دقائق فقط تفصل عن صفرة النهاية. توماس مونيه. أنخيل دي ماريا. التمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. الحكم بيضيف دقيقتين إلى عمر المباراة. كريستوفر إنكونكو. مرفوعة في المساحة. عرضية للمنطقة لكن لم يكن أحد انتظارها. كرة بتبعد من مناطق الخطر. نهاية المباراة وجولة أولى وانتصار ممتاز حقيقة. كل شيء مثالي. 3 نقاط غالية.